والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أرسله ربه بخير رسالة إلى خير أمة أخرجت للناس، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن بصائرها الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، لا يزال هذا المنبر يلح على أن يعترف كل من يعتليه بأنه بدون عون الله لا يساوي شيئا، وأنه لا يكون ما تريد إلا إذا أراد الله ما تريد. المراد لله فقط هو الحكم الذي لا ينقض، ومن يملك القدرة على نقض حكم الله، أو من يملك أن يغير شيئا أراده الله سبحانه وتعالى. في قراءة القارئ الكريم ما صرفني عما أتيت للحديث مع حضراتكم فيه، لكنه ذو صلة ماسة بحياة الإنسان في الآخرة وبحياة الإنسان في الدنيا على سواء. كلنا يعلم أن القرآن الكريم قد قرر في عديد من آياته أن الأزمات والمضائق والمشكلات لا مخرج منها إلا من باب واحد، هو تقوى الله. كلنا يعلم ذلك، وحدثتنا الآيات الكريمة كثيرا عن ذلك، لكن الذي ورد في قراءة القارئ الكريم لفت إلى قضية أشد حساسية من قضايانا الدنيوية الرخيصة. التقوى هي المنسأة، العصا تأكل منسأته أي عصاه،
التي يتوكأ عليها الضعفاء المساكين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النجاة، كل النجاة في تقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم. لماذا؟ لتتسلحوا بالخوف والخشية من يوم صفته كذا وكذا وكذا. يوم لا يجزي والد عن ولده، ما يقدرش، مش بكيفه، أما يؤمر بأن يشفع يشفع، هيشفع الولد وأبوه، الأعلى درجة منهم هيشفع في من دونه وهيلحق بيه. دي قاعدة معروفة في الإسلام. الزوج وزوجته، الابن وأمه، الصديق وصديقه، كل دول إذا توافرت الشروط اللازمة لأجدرية الشفاعة واستحقاق الشفاعة ينال الأدنى منهم فضل الأعلى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، بل إن الجد إلى ما شاء الله، لأن في قراءة بتقول واتبعتهم ذرياتهم، ذريات الأجيال المتعاقبة، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يعني وما نقصنا أصحاب الأفضال من خيراتهم التي قدموها من شيء، وإنما ما تتطلبه الشفاعة من رفعة مقام الضعيف يفيضه الله عز وجل فضلا منه ورحمة تكريما لصاحب الفضل. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. الله، الآية دي بتقول لا يجزي والد عن ولده، وهناك بتقول واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الآية دي بتاعت الطور مخصصة للآية اللي هي بتاعت لقمان. يعني إيه؟ يعني إلا إذا سمح الله للوالد بالشفاعة في الولد، أو للولد بالشفاعة في الوالد، في الوالد وإن علا وفي الولد وإن سفل. يعني الجد ممكن يشفع للحفيد الرابع، والحفيد الرابع ممكن يشفع للجد الخامس، وهكذا. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذا التقوى هنا تسليح لمعركة الآخرة. طب والتقوى تسليح لمعركة الدنيا؟ نعم نعم. ولو أن أهل القرى، سورة الأنعام آية 90، آية 90 في سورة الأنعام، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. منين؟ أنت مالك؟ هو أنت اسمك الرزاق؟ منين؟ ما تسألش، لا يسأل عما يفعل. هي القصة مشكلتك بس هنا، أنت عمال تقول لي منين وإزاي والمصدر إيه والمقدمات إيه والنتائج إيه والدليل إيه.
انت مالكش دعوه الكلام ده كله، ما بيتحكمش في الله، الله هو الذي يتحكم في الكون كله. انت تنفذ اللي قاله بس، تؤمن وتتقي. وبعدين اذا كانت دي 90 في سوره الانعام ودي كبيره على الناس، طب ايه رايك بقى في سوره الطلاق او النساء الصغرى؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اي ازمه مقفوله، ما فيش ابواب، سقف مسلح والارض مسلحه، ولا سجن العقرب، طيب يخرج منين؟ انت بتسالش. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيدنا يوسف وهو في السجن، وسجن مصري يعني سجن مهيئ تمام، كان ممكن ربنا يرسل صاعقة تحطم السجن وتخرجه أو أي وسيلة أخرى، إنما في جنح الظلام في عمق الليل البهيم الدامس، الناس جميعا نيام تتسلل رؤيا إلى القصر الملكي، فتحفر نفسها في رأس الملك، فتكون هذه الرؤيا سببا لإخراج يوسف من السجن. شوف التصريف جاي منين، انت ما تعرفش الفرج هيجي منين. الله، عاوزين نخرج يوسف من السجن، تخرجوا ازاي؟ نكسر حيطان السجن؟ لا، نبعت عاصفة، نبعت صيحة، نعمل كذا، نشق الأرض، كل ده ممكن. إنما إن الله عليم خبير. آخر لقمان اللي أراها الشيخ، العليم الخبير لا يتصرف حسب إمكانات البشر. البشر يوسف في السجن نتصرف في السجن، لا، يوسف في السجن الملك نايم، تتسلل إليه رؤيا بسيطة كده ترعبه وتشغل دماغه وترعشه، يخرج بها يوسف من السجن. طريق. وما يعلم جنود ربك إلا هو. برضو والجماعة الأربعين قاعدين على باب سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الناس تقول طيب ما هو كان ممكن ربنا ينزل عليهم صيحة أو يوقف قلوبهم يموتوا. لا، ده هتبقى المسألة ما فيهاش نكاية قوي. ده هو عاوز ينكل بيهم وبالمجتمع الكافر اللي قعدهم القعدة دي، يقولهم ساحب الفيوز بتاع دماغتهم. ما هو النوم ده يعني ايه؟ بيسحب الفيوز من دماغك، دماغك تقفل تطفي. ربنا سحب الفيوز بتاع دماغة الأربعين في لحظة. ازاي؟ اوعى تتكلم، ده هو القادر. يناموا الأربعين في لحظة غصب عن كل المستشرقين. يقول لك وكيف يتفق في المنطق والعقل أن ينام 40 شابا مهيئون لهذا العمل ومعدون إعدادا قويا في لحظة واحدة؟ أليس في ذلك من الاستخفاف بالعقول؟ ما في. طب انت بتقول الكلام ده، ما انت عندك اللي احنا مؤمنين بانه كان يحيي الموتى باذن الله. يعني اشمعنى عيسى تقبل منه انه يحيي الموتى باذن الله، ومحمد كتير عليه قوي ان ربنا ينيم له 40 في لحظة؟ مش مستوعب درمنجم باشا، لانه بيناقش قضايا الله بالعقل البشري. ينيمهم وبعدين
يلهمه وهو خارج، يشيل شوية تراب ويحط على راس كل واحد منهم حبة كده. عارفين شوية التراب دول لو حط في كل جسم واحد منهم 60 خزنة آلي، الشوية التراب أبلغ منهم. انتوا عارفين المسألة، يعني واحد يعمل لك كده على مناخيرك، انا لازم اضرب فيه لما نزله يفحر، يعمل لك كده على جبهتك المناطق الشرف دي، برضو كونه يحط شوية تراب على رأسهم ده حاجة يعني معناها كبير قوي، لأنه هو رمز التقوى. وبعدين احنا لنا في سير الأنبياء وقصص الأنبياء عبر وعظات ودروس، لما نتأملها قوي نلاقي فيه خيط رفيع بيربط بين هذه القصص النبوية بتاعت كل الأنبياء. كل الأنبياء، ده آدم لما ظلمت عليه خالص علمه كلمات عشان يبقى عمل حاجة يرضى عنه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قصص الأنبياء فيه العبرة وفيه التعليم وفيه التربية. شوف ربنا بيقول ايه، بيقول للنبي في سورة الأنعام برضه، أولئك جماعة أنبياء حكاهم في الربع بتاع هناك اللي قبل إن الله فالق الحب والنوى، وإذ قال إبراهيم التبست علي هناك في الأنبياء، أولئك اللي قلناهم لك دول الذين هدى الله، 18 نبي في الآية بتاعه تلك حجتنا دي، الذين هدى الله، ها بنحكي لك عشان تتسلى، فبهداه مقتده. وقل بتوعك دول يتعلموا، قل لا أسألكم عليه أجرا، أنا مش عاوز منكم حاجة، إن هو إلا ذكرى للعالمين. مش القصص كده، ده عشان نتعلم. وبعدين بيقول له وكلا، آية 120 في هود، وكلا نقص عليك من أنباء الغيب، من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. 120 سورة هود، وكلا نقص عليك يا محمد من أنباء الرسل، من الأخبار الضخمة، ما نثبت به فؤادك، القدر الذي نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. في مطالع يوسف بيقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، قصص. آخر آية في يوسف 111، لقد كان في قصصهم، قال له في الأول نحن نقص عليك أحسن القصص، وضربتين بإدراعك كده في المحيط القرآني في السورة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وعلى الشاطئ الثاني للسورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى
كذب القائلون بالافتراء أم يقولون افتراء. سورة السجدة للرجل أراها، ولكن تصديق الذي بين يديه، يصدق الكتب التي سبقته وأمامه وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله، إذا انطلقنا خطوات أو سبحات في القرآن الكريم تطالعنا الآية 32 من سورة الفرقان، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا يعني هلا، يعني بقى ما كانش القرآن ده ينزل جملة واحدة. انتوا مشكلتكم في انه نزل منجم، يعني لو نزل مرة واحدة هتؤمنوا بيه؟ هي حجج وآفات بيرتكبوها. كذلك يعني تنجيما مثل ذلك التنجيم، تنزيلا مفرقا مثل ذلك التنزيل، أدي معنى كذلك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، في حياة كل نبي درس بليغ، يقول الوسيلة هي التقوى. وقال له هناك، وقال له هناك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. أنت مش مطالب ترزق نفسك ولا ترزق ولد، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. عكازك في الدنيا التقوى. انت عندك مشكلات، عندك ازمات، عندك واحد مريض، عنده جلطة، مشلول، عنده فشل كلوي، فشل كبدي، عنده سرطان، عنده ضغط، عنده سكر، وديه للطبيب واعمل اشعات وتحاليل وهات له الدواء كما يجب اخذا بالاسباب، وجوه على قد تقواك انت وهو ربنا حيلطف، ربنا حيلطف. وساعات يكون اللطف الموت، انه ما يقعدش كده ويقام ويقعد وينوم ويقوم. آلام، آلام. في كل القرآن الكريم بيدور الحديث حول تحرير النفس الإنسانية من أي عبودية لغير الله، وإقامة بناء التقوى في كيان هذه النفس الإنسانية لتفلح وتسعد في الدنيا وفي الآخرة. تعالوا بقى كده نشوف التقوى في حياة نبي زي سيدنا نوح عليه السلام. شوفوا كده الصراع، هناخد مشهدين اتنين من مشاهد كتير قصة نوح في القرآن. هناخد من سورة القمر ذات الآيات القصار والفاصلة الرائية، آخرها راء، فيها نوع من أنواع الهز للبشرية. الصوت ده بيوحي بأنه ربنا بيشيل الناس وينفضهم عشان إحنا نتعلم. شوف كده بيقول للنبي إيه: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. ما دام قال عبدنا، انتظر الخيرات اللي هتيجي للعبد بقى، البلاوي على دماغتهم. قال عبدنا، عبدنا يبقى حقق اعلى مقامات العبوديه لله سبحانه وتعالى.
شوف بتيجي ازاي، فين بتيجي عبدنا دي. شوف سبحان الذي أسرى بعبده، وفي سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى، وبعدين يقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وبعدين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وبعدين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. حين يذكر أي نبي بهذه الدرجة يبقى بيذكر بأعلى مقام يتبوأه. كذبت قبلهم قوم نوح، والتركيب المقطعي للكلمات في الآية بيشخلع قوم نوح، اسمعوا كده، فكذبوا عبدنا، عبدنا العبد نحن اللي يتكذب، شوية حسالة من الأرض يكذبون عبدنا، ولا قالش عبدي، عبدنا للإيحاء بالعظمة والجلال والجمال والكبرياء والعلو تبارك الله رب العالمين. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون، هو مجنون وازدجر. عارفين ازدجر يعني ايه؟ يعني زجروه، لو قال زجروه مش زي ازدجر، لو قال زجروه يبقى هم قالوا من الزجر ما قالوا، لكن هل أثر فيه الزجر؟ لا، ممكن ما لا ما يتأثرش، إنما لما يقولوا وازدجر يعني قالوا من الزجر ما أثر فيه أبلغ تأثير فازدجر، مشكلة كبرى. وبعدين محدش، حتى الواد ابنه معاهم ومراته معاهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس له إلا الله، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ماليش قدرة، انتصر انت بقى. شوفوا بقى الجلال، شوفوا الكبرياء، شوفوا الفرج، شوفوا التقوى اللي فياضة في قلب نوح. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، مش وفجرنا عيون الأرض، لو قال وفجرنا عيون الأرض يبقى فيه أماكن فيها عيون هي اللي طلعت مية، إنما فجرنا الأرض عيونا، صيرنا الأرض كلها عيونا تتفجر. فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى على أمر مقدر أزلا، مية السماء والأرض تقابله وحصل بينهم لقاء، اتفاقية أزلية على أمر معين مقدر من الأزل هيحصل. وحملناه على ذات ألواح ودسر، ما قالش على سفينة، وفي هناك في القرآن أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، ولا فلك، وهي هناك كتير في القرآن الفلك، إنما هنا قال على ذات ألواح ودسر، لأنها كانت الدسر دي الأربطة اللي بتربط عراضي الخشب بتاع السفينة، جمع دسار. وما قالش السفينة ليه؟ لأنها كانت بدائية قوي، كتير عليها لفظ سفينة. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. يا سلام، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. 9 آيات كلهم شخلعة. انتوا عارفين الواحد لما يكون هيصارع واحد
مسكين كده مش في كفاءته، بيدلعوا دلع اخر دلع في حياته بقى، او هم دول. وهناك بقى التفصيل الكبير قوي 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 في سورة هود، هناخد منه بس من الآية 26 للآية 49. شوفوا القرآن، شوفوا القرآن واخرجوا منه ايه السبب في النجاة العظيمة دي، هتلاقوا التقوى. بعد الهلمة دي هناك من عنده، ولقد أرسلنا نوحا، نسيب آيات كتير كده لأنها هتبقى كتير، ونقف عند نبدأ من وأوحي إلى نوح. اتقال لنوح، ما قالش ليه أوحيت إلى نوح، افهم انت بقى. وأوحي إلى نوح، هو مين اللي بيملك يطربق الدنيا دي في لحظة؟ فيه غيره؟ مين اللي يقدر يعني يشقلب لنا الدنيا كده في كن فيكون؟ هو الله. والمؤتفكة أهوى، أهوى يعني إيه؟ يعني شقلبها، خلى رصة مطرح رجليها، أدي معنى أهوى. فغشاها ما غشا، والتعقيب فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى في نوح بقى. وأوحي إلى نوح، شوف العب، شوف التعبير الاستعلائي، شوفوا التعبير اللي يليق بمقام ذي الجلال والإكرام. ده القرآن ده أقسم بالله العلي العظيم أقوى ما في الدنيا والآخرة هو القرآن، وأجمل وأنفس ما في الدنيا والآخرة هو القرآن. وأوحي إلى نوح إيه يا رب؟ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عارفين العبارة دي معناها إيه؟ يا نوح ما تتعبش نفسك، خلاص انتهت، انت جبت آخر ما عندك وهم جابوا آخر ما عندهم، ما فيش ولا واحد هيؤمن تاني. طب أنا بقى زعلان، أنا زعلان. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا ما تزعلش، ما تزعلش خالص. طب اعمل ايه؟ سيب بقى الدعوة والكلام ده كله واصنع الفلك. فلك، اولا انا نوح مش نجار، انا راجل رسول بقالي كذا سنة بقول له، النهاردة تقول لي اشتغل نجار؟ والبيئة دي بيئة قاحلة، ما فيش فيها يعني مروة زي بتاع الغيطان هنا، مش ترعة ولا بحر، أعمل سفينة ليه؟ لكن أهل التقوى ما بيسألوش. ما هو احنا قلنا انه قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. العقل الغيه مع الله عشان تعي مراد الله، ما تحكمش عقلك في اللي ربنا بيقوله، نفذ بدون غمض وبعدين نفذ. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، حافظي عليه ورضعيه وعيله. وأرضعيه دي يعني شطفيه ولبسيه وغيريله وسرحيه وهيئيه وعطريه ورضعيه ونيميه وصحيه وأكليه ودعبيه ونغيه. أدي أرضعيه دي رمز لما يلزم الرضيع. فإذا خفت عليه، لما دماغك تشتغل وقلبك يطب ارميه البحر بالعقل، ده كلام ما ينفعش يتنفس، إنما دي تقية، دي تقية، ارميه البحر. احنا عاوزينك بدل ما تعملي له الكلام ده وابو جوزك مش لاقي أكلك انت وهو، لا يجيلك أجر تبع القصر الفرعوني، تبع القصر الفرعوني. تخيلوا بقى، هو عاوزه ترضعه النقطة اللبن بتاعتها بتمن، تغير له بتمن. شوفوا التكريم الإلهي، واللي يدفع التمن مين؟ ها، فرعون غصب عن أنفه يدفع التمن.
فرعون ده. طب بصوا الحاجة العجيبة دي هيتيجي بالمناسبة كده، احنا بنخطب مش على المنبر، بنخطب من المنبر. موسى الحول بتاعه والقوة ايه علشان البحر يشيله كده ويوصله محطة الوصول في قصر فرعون. موسى وهو طفل في حتة صندوق بدائي، المية احترمته وشالته على دماغها لحد القصر. وفرعون وهو من هو بخيله ورجله، المية بلعته. شوفوا، ليست بقوة فرعون ولا بضعف موسى، وإنما بإرادة الله سبحانه وتعالى. انتوا تأملتوا الحكاية دي؟ ده بس وانا بتكلم في موسى كده جت على البال. المية شالت موسى، يعني كانت بتطبطب عليه. يا سلام، جندي من جنود الله نهر النيل، يا نهر النيل ودي موسى هناك عند قصر فرعون ما يحصلوش سوء. بالامر الملك اصدر الامر، وهناك يا خليج السويس اوطى حتة فيك يلفظ فرعون فيها أنفاسه، ودي مية ودي مية، وده موسى وده فرعون. ليست بضعف موسى ولا بقوة فرعون، إنما بإرادة الله الواحد الأحد. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. ما يعملش الأسئلة دي ولا حاجة خالص، يروح رايح لامم شوية شجر أو فروع شجر ويجيب بتاعه ويقعد يشتغل، وبعدين الناس تمر عليه. الله، إيه يا روح؟ إحنا عندنا كده عاوزين نعمل محرتين ونفين، وبقى تعال اعملهم لنا واشتغل نجار. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه، ما قالش جماعة، الملأ الجماعة الوجهاء الأشراف الكبار العناتيل المتعنطزين، سخروا منه كلمتين فاضيين على غمزتين على لمزتين على ضحكتين، وممكن كلب يبصق على الناحية التانية لو مؤدب وعلى ناحيته لو قليل الأدب. سخروا منا، قال إن تسخروا منا. شوفوا، لأنه تقي فهو واثق، ما هو التقي ما بيخافش من حاجة أبدا خالص. أما يقولوا تعالى هتروح المعتقل أو السجن، زي ما يقولوا له تعالى حتى انت اللي هتشكل وزاره، ما يموش. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. مين فينا بقى اللي حياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم؟ حتى إذا جاء أمرنا، القدر بتاعنا جه وقته، وفار التنور يعني وبلغت الأمور أعلى ذروة في قلة الأدب من دون، قلنا احمل فيها عب فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن. لا امرأة ولا ابنه، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. في آية تانية فيها منهم، وما آمن معه إلا قليل. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل. عملها، لهم يلا اركبوا فيها، والمية نزلت والمية طلعت، بسم الله مجريها ومرساها،
لا بكفاءة صناعة ولا بإتقان إخراج ولا أي حاجة، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. شوفوا بقى البدائية بتاع نوح التعبانة دي وهي تجري بهم، قالش تسبح، في موج كالجبال. الحكاية عشان يعمل سبب، هو نوح نجا بالسفينة ده سبب بس. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني، الأبوة، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شوفوا البنوة العاقة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. انت بقالك 30 سنة عمال تعمل سفينة عشان ايه؟ هطلع جبل بدقيقة واحدة ولا الماء تلحقني؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والحسم يجي. وحال بينهما الموت، جت موجة راحت مقلع الواد من راس الجبل ونزله يفطس، فكان من المغرقين. وبسرعة الأوامر صدرت، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء اتبلعت المي، وقضي الأمر انتهى كل شيء، وقيل بعدا للقوم الظالمين. حاجة بقى تاني، الأبوة اشتغلت عند نوح، ونادى نوح الرب، ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، هتغرقه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوفوا الخطاب، يستاهل سيدنا نوح اداله عشان نتعلم. قال نوح ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركة، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. 18 مين؟ يقول لك توالي الحروف بيحدث تنافر في الكلمات، أهم دول 18 مين؟ وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ينزل ده على سيدنا النبي وبعدين يمتن عليه ويقول له تلك الأخبار دي، التفاصيل دي من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أيها الإخوة المسلمون الأكارم، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مسلما، وأحبب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام. ادعو الله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. دي أخت الآيات بتاع لقمان اللي قراها القارئ. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم علمنا القرآن. اللهم فهمنا القرآن. اللهم فقهنا في القرآن. اللهم بارك أمتنا ووفق قادتنا وحقق وحدتنا لخير المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم إلى الله واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.